تبين ان المرحوم ما قاومش لانه كان مخدر. كيفاش انت تقتل واحد مسكين وهو مخدر؟ شكون اللي عنده مصلحه في التعطيل؟ وهذا يعني الطرف الاخر طبيعه الحال. كاين خوها وخالها ضبطوا في مسرح الجريمه في نفس الوقت وفي نفس منطقه التغطيه وشدهم الاونتين غولي. فين هو؟ ما كاينش الاحداثيات ديالو، كاين الاحداثيات ديال الاصدقاء ديالو اللي تبت ان ما عندهم حتى شي حاجه. واش كاين شي حقيقه اكثر من هذه؟ واش كاين شي ظلم اكثر من هذا؟ ضبطوا في مسرح الجريمه، علاش ما توجه لهم حتى شي حاجه؟ لانه باش نضرب واحد من ظهره ومن كرشو من هذا، هذا القتل ديال الحقد ديال واحد خصو يقتلو، خضرو وقتلو. التهم اللي كانوا كيقولوا انه كان تهموا بالاغتصاب وهذا يعني ما عنديش شي وصف للاحساس اللي تنحس به هنايا. انا قتلوني. انا دابا ميته مع ولدي. السلام عليكم. اليوم كانت الجلسه ديال المرحوم انوار، تاجلت بدورها حتى لجوج في شهر سبعه بدعوى المحامي ديال الطرف الاخر غيجري عمليه، عنده شهاده ديال ثلاثه الاسابيع. المحاميه ديالنا طرحت مجموعه من النقاط، النقائص اللي في الملف، من بين النقائص السميه اللي كنا كنطالبوا بها من شحال هذه، من النهار الاولاني عجت لأن يعني تسلمناها في الجلسة اللي فاتت، راه ما قلنا لكم والو لأن كنا عاد تسلمناها ودرنا لها ترجمة. تبين أن المرحوم ما قاومش لأنه كان مخدر، لأن هذا هو الدليل علاش ما قاومش. كان مخدر تقتل، هما اللي قاموا بالتقدير ديالو، لأنه هو عاد دخل من الحانوت وعاد جا من صلاة الجمعة، والسكنة ما فيهاش الآثار شي حاجة، بأن يعني كون كان هو شراوي يعني لقاو تمينة الآثار في الدار. لكن معاينه البوليس ما شارتش نهائيا، وهم مشاو في اتجاه ديال القتل العراضي والدفاع على النفس. هي ما فيها حتى شي حاجه، حتى اثر شي حاجه يعني. وتقتل هو يا مخدر لان ما حركش حتى يده نهائيا، لان كان في غيبوبه. طعنات عنده في الظهر ديالو من هنا، لان باش نضرب واحد من ظهره ومن كرشو من هذا، هذا القتل ديال الحقد ديال واحد خصو يقتلو، خضرو وقتلو. كذلك بالنسبة تسلمنا هذاك الأقراص والفيديوهات اللي كي الدخول والخروج ديالها وديال فيهم المونتاج مقطعين شي واحدين ماشي هما هذوك، ما باينين شي مزيان، لأن خصنا هذاك لأن كاين اللوجيسيان يبين لنا التصاور كاملين شكون هذوك، خص يبان داك الشيء. واحد ما مقريشي بروتيجي يعني ما كيتقرناش اللي فيه المكالمات، يعني كاينه نقائص. المحاميه ديالنا طرحت مجموعه من الدفعات اليوم، في يعني هكا هي نقائص هي في الملف. كانت المحكمه راه كتبان استجبت، ولكن عنسينوا النتائج لان ما نقدروش نحكموا قبل الاوان. انا كنقول لك انا ملي كيتعطل الملف بهذا الشكل هذا، ملي كتعطل وثيقه كتكون حاسمه في الملف، راه كطرح تساؤل. واخا يعني واخا نجي نقول ما كاينش تستر، ولكن بما ان وثيقه تعطلت او وثيقه ما دارتش او هذا، وكنطلبوا بها، لان ماشي هذا الشيء كيكون الاخر، انا كنطلبوا بها وكنبقاو نلحوا عاد كتجي. انا ما غنحكمش على الاخر، ولكن احنا بغينا الحقيقه كامله، ما بغيناش يتحكم شي واحد بجريمه ما دارهاش، وحنا خصنا المجرمين الحقيقيين هما اللي ياخذوا العقاب. شكون اللي عنده مصلحه في التعطيل وهذا؟ يعني الطرف الاخر طبيعه الحال، وراه ما غينعش بطبيعه الحال، راه غادي يدير اي حاجه باش يمكن يفلت من العقاب. تصور بالنسبه للمشتبه فيها دخلت وخرجت بنفس اللباس، بنفس يعني انها اللي كيشوفها راه ما يمكنش انها تبقى على الجريمه بهذا الشكل هذا، وهي خارجه بهذا الشكل هذا. حاجه اخرى ان الاطراف الاخرى يعني اللي عنده تهمه ديال التستر وهذا، كان التليفون ديالو في مكان الجريمه، التليفون ديالو والتليفون ديال الاخ ديالها كانوا في مكان الجريمه، اجتمعوا معها ومع المرحوم ومع الاصدقاء المرحوم، كانوا ما كيبعدوش ب 200 متر، وهو عنده في المحضر ديالو انه كان قيل خدام، وما عندناش محضر اصلي، قالت المحامي ما عندناش محضر اصلي اللي سمعوا له انه كان خدام في مرتين، يعني هو كان خدام، راه تناقض هذا، كان خدام مرتين وعنده، وهو التليفون ديالو كان في مكان الجريمه، يعني في الوقت في الزمن والمكان مع المرحوم ومع المشتبه فيها ومع الاخر اللي معتقل بتهمه واحده اخرى. احنا كنقولوا ماشي تهمه ديال التستر، مشارك في الجريمه، احد الاطراف الرئيسيه في الجريمه، وبغينا يوضحوا لنا اذا كان انه يوضحوا لنا التليفون ديالو شكون كيدير تما، ويوضحوا لنا، لان السلطه هذيك النهار في الايام المفتوحه ديال الامن عنده امكانيات باش يعرف كل شيء.
احنا هذا هو مطلبنا، بغينا الحقيقه. السلام عليكم. اليوم كانت الجلسه ديال المرحوم والدي الله يرحمه مسكين في هذا النهار، الله يجدد عليه الرحمه، حتى هي تاجلت لان الدفاع ديال الطرف الاخر عنده شهاده طبيه فيها هذا تاجلت الجوج في شهر 7. طبيعة الحال من حقهم هذا في اطار المحاكمه العادله، خاصة يكون المحامي ديال الطرف الاخر، هذا هو سبب التاجيل. الجديد اليوم في الجلسه نقائص في الملف، لان هذا الملف كما تتعرفوا فيه بزاف النقائص وبزاف الاخلالات المسطريه اللي دارت فيه، من اولها بعدا اول السميه اللي شحال هذه اللي دارت شحال هذه 29/11 وقت الجريمه، دابا عاد جات مؤخرا عام وست شهور عاد جات. علاش اصلا الملف علاش يتحل على غرفه الجنايات وهو في وثيقه مهمه ما كايناش في الملف اللي غنكتشفوا بان فعلا ولدي مسكين مات وهو مخدر. كان مخدر بعد ما عرفتي ان الابن ديالك مات وهو مخدر، يعني كيفاش كان الاحساس ديالك؟ تعرفوا انه ما كانش كيدافع على راسه، وداك التهم اللي كانوا كيقولوا انه كان متهم بالاغتصاب وهذا، يعني ما عنديش شي وصف للاحساس اللي تنحس به هنايا. حتى انا قتلوني، حتى انا دابا ميته مع ولدي، انا عايشه باش نعرف الحقيقه ديالو والحق ديالو. مال هو مسكين مشى عند الله ما غيتعوضش، انا باغا غير الحق والحقيقه. كيفاش انت تقتل واحد مسكين وهو مخدر؟ هذا عمل وحشي، هذا سبب اصرار والترصد، هذا اصرار انك باغي تزهق له روحه، باغي تقتله عمدا، كاين القتل العمد. وبنت وحده ما يمكنش دير هذه الجريمه البشعه بهذا الشيء كامل. حاجه اخرى، طالعين على الاقراص اللي كانوا عطاونا، اللي شحال حنا طالعين نازلين عاد مكنونا منهم، النص فيهم ما تيتقراش، ما عرفتش علاش ما تيتقراش لنا، ربما هما مشارجين بشي لوجيسيال انايا هذا ديالنا ما قراش لينا، وخاصه اللي مهمه المكالمات وهذا ما تقراش. تقرا لنا واحد التسجيل ديال الكاميرا ديال القصير ملي دخلت وخرجت، داخله وخارجه بنفس الحوايج، وهي في واحد التصريحات ديالها تتقول انا سرقت البيسي بالمحفظه ديالو. علاش؟ لان التليفون والسوارت وهذا كانوا في المحفظه البيسي، خارجه بلا محفظه البيسي، خارجه بقفه درجة السيبور باش يصور، دايرها في جيبها باين من جيبها. وواحد الحركة ديال واحد جوج أشخاص، أنا شفت هادشي في الكاميرا، ماشي عادي بيناتهم، ربما هادوك أطراف، أطراف مشاركة معاه، أطراف خارجية اللي باقا ما ظهرتش في الملف، ما ظهرتش، وللأسف تيحاولوا يتسطروا عليهم بأي طريقة. كاينة شهادة، كاينة شهادة ديال السيد رسمية تيقر بها ويعاود، المرحوم شفته مع واحد، فينا هو هذا الواحد هذا؟ فينا هو؟ ما تيقلبوش عليه، استقراء الهواتف ناقص. كاين خوها وخالها ضبطوا في مسرح الجريمه في نفس الوقت وفي نفس منطقه التغطيه وشدهم الاونتين غولي، فينا هو؟ ما كاينش الاحداثيات ديالو، كاين الاحداثيات ديال الاصدقاء ديالو اللي تبت ان ما عندهم حتى شي حاجه. واش كاين شي حقيقه اكثر من هذه؟ واش كاين شي ظلم اكثر من هذا؟ ضبطوا في مسرح الجريمه، علاش ما توجه لهم حتى شي حاجه؟ هاد خوها قال لك اسيدي تعذر الحضور، تعذر الاستماع ليه، ما عنده حتى شي محضر. اش كان تيدير تما؟ خالها اللي تيقول انا كنت خدام تيكذب، اش كان تيدير تليفونه تما؟ للاسف ملف ولدي فيه جرائم مسطريه خطيره، وانا ما غنسكتش على هذا الشيء. وكاينين في بلادنا الشرفاء ونزهاء اللي غيسمعوني، وانا غنمشي لابعد حد باش تبان حقيقه ولدي، ويتحاسبوا كل الجونات اللي دمروني ودمروا الاسره ديالي. من على هذا الحنان، علاش غنتظلم انا بهالطريقه المهينه؟ علاش غيتعاملوا معايا بحال هكا؟ هذا الشيء اللي كاين. شكرا جزيلا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.